أهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. دلوقتي هنروح لمنة تطمنا على حالة الطقس بالتفصيل ودرجات الحرارة المتوقعة النهاردة. اتفضلي منة. أهلا بيك يا شاذلي من جديد. الجو لطيف خالص النهاردة، ومحبي الصيف ومحبي الشتاء الاثنين هينبسطوا النهاردة. طيب الحمد لله محدش يزعل مننا. النهاردة الطقس هيكون طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، وهيكون دافئ على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، وهيكون شديد البرودة بالليل على الأنحاء كافة، وهيكون في أتربة عالقة في الجو على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى فيها 22 والصغرى 12، الإسكندرية 21 12، مطروح 22 11، سيوة 24 8، بورسعيد 20 12، دمياط 20 11، الإسماعيلية 23 10 والسويس 22 11. العريش العظمى فيها 21 والصغرى 10، طابة 25 13، كاترين 20 4، شرم الشيخ 24 15، الغردقة 25 14، الفيوم 24 9، بني سويف 24 8، والمنيا 23 7. أسيوط العظمى فيها 24 والصغرى 7، سوهاج 25 8، قنا 26 9، الأقصر 27 9، أسوان 28 10، الوادي الجديد 26 6، شلاتين 26 12، أما حلايب العظمى فيها 24 والصغرى 13. الجو النهاردة شديد الاعتدال ودافئ على معظم الأنحاء، أعتقد أن احنا ممكن نستمتع بشوية شمس ما كانوش موجودين معانا الفترة اللي فاتت. خلينا نروح لشاذلي والنيوان نكمل باقي فقراتنا. اتفضل يا شاذلي. اتفضل يا نيوان. شكرا ليك يا منى.